أكثر من جلسة مع زملائنا رؤساء اللجان النيابية لنصل إلى حزمة حقيقية تحاكي الهموم والطموح والطموحات للمواطن وللاقتصاد. وكان لدينا عدد كبير من الجلسات مع القطاع الخاص بكل التجاري والصناعي وفي قطاعات محددة حتى نتوافق في تشخيص المشكلة ومن ثم نضع حلول قابلة للتطبيق تلتزم بها الحكومة وتساءل على أدائها الحكومة بالتالي. حياكم الله. الكثير من النقد خص الهيئات والمؤسسات المستقلة. الحكومة أعلنت اليوم عن دمج وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات مستقلة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أعلنت عن مزيد من قرارات الدمج والإلغاء في المستقبل، من شملهم قرارات الدمج نحو 5000 موظف من الهيئات المستقلة. أسأل هنا، ما مصيرهم؟ ما قيمة الوفر الذي سيتحقق للخزينة من قرار الدمج؟ ما هي سلبيات وإيجابيات هذا القرار؟ وما هي المعيقات الإدارية المتوقعة؟ ما حال الموظفين ورواتبهم؟ وهل ستتغير أم لا؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليها ضيف الليلة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأستاذ سامي الداود. مساء الخير معاليك. مساء الخير أخ عامر، إلى كل جميع المشاهدين. الله يحييك. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. يمكنكم الآن متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا طرح الأسئلة. أحد المحاور الرئيسية التي تطرق لها البرنامج الحكومي لتحسين الوضع المعاشي للمواطن الإصلاح الإداري، وذلك من خلال الترشيق الحكومي والمشتريات الحكومية وتسهيل الإجراءات. أولاً، ترشيق الجهاز الحكومي، وذلك بتخفيض النفقات وعلاج تداخل الصلاحيات وإلغاء ودمج هيئات ومؤسسات وإعادة هيكلة وحدات حكومية. ثانياً، المشتريات الحكومية، حيث سيتم البدء بتطبيق نظام المشتريات الحكومية الجديد لتحقيق الأهداف التالية: تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة، استحداث أساليب شراء جديدة كالمزاد العكسي والاتفاقيات الإطارية، دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، تحديد سقف لغرامات التأخير، إلزام الجهات الحكومية بموائمة موازنتها وخطتها الشرائية، مهننة وظيفة الشراء في القطاع العام. ثالثاً، تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، تعديل 175 تشريعاً تنقل صلاحيات روتينية من مجلس الوزراء للوزراء ومن الوزراء لأمناء عامين ومديرين، تخفيض المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين. حياكم الله وأهلا بكم. أهلا بضيفي ما حفظ الألقاب. سنبدأ النقاش. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. سيدي، نشيل هذول ونحط هذول ونقول بسم الله. بسم الله يا سيدي. هذه الحزمة الثانية من الإجراءات، الإصلاح الإداري. سيكون حديث الليلة فقط عن الإصلاح الإداري. أريد سيدي بعد أمرك تبسط لنا كل شيء وتفهمنا الموضوع، كل هذه الحزمة إن شاء وأبدأ الله. إن شاء الله. نبدأ بالإصلاح الإداري. اليوم ضم وإلغاء 8 هيئات ومؤسسات وإعادة هيكلة بعض الوحدات الحكومية. نعم ماشي. دائما الناس بتسأل أول سؤال، على أي أساس تم اختيار هذه الهيئات والمؤسسات الثمانية للبدء بحزمة الإصلاح، الحزمة الاقتصادية الثانية؟ تفضل سيدي. سيدي أخ عامر، الدراسة اللي عملتها الحكومة تبين أن تعدد الهيئات المستقلة والهيئات التنظيمية في مختلف القطاعات، هذه الهيئات تعدد لها مرجعيات متعددة، عملت لنا تشوه إداري، عملت لنا زيادة في النفقات، عملت لنا عدد من موظفي الفئات العليا، زيادة في المصاريف. عندنا هدف هو ترشيق الجهاز الإداري الحكومي، عندنا تنظيم المرجعيات، تحسين فعالية الإنفاق، توجيه أي وفر في المال العام للتنمية والتشغيل. هذه هي الأساس اللي اعتمدنا عليه بالدراسة، هو ترشيق الجهاز الحكومي حتى يكون في عندنا
ما يكون عندنا ترهل إداري، ما يكون عندنا تشوه إداري. نعم يعني وبالتالي إنه الوظائف العليا أعدادها كبيرة عندنا. سيدي أقول لك بكل أمان الوظائف العليا أعدادها مش كبيرة، لكن إحنا عندنا مشكلتنا بالهيئات المستقلة. الهيئة المستقلة في عندنا بعض الهيئات فيها 5 أمناء عامين أو 5 برتبة أمين عام. مثل أي هيئة سيدي؟ يعني سيدي بتروح على هيئة الطاقة والمعادن 5 أمناء عام 5 برتبة أمين عام، هيئة الطيران المدني، هيئة الأوراق المالية، هيئة الطاقة الذرية، هيئة الاتصالات، هذه كلها فيها 5 برتبة أمين عام. 5 رئيس و4 أعضاء. طب سيدي أسألك سؤال، على أي أساس تم تعيينهم هذول؟ هلا سيدي هذا بموجب القانون، القانون لما أقر قانون أي هيئة من الهيئات إنه هذه الهيئة يتولى أعمالها مجلس مفوضين بالرئيس و5 أعضاء. الأعضاء حسب نظام الخدمة المدنية هم يتقاضون راتب الفئة العليا المجموعة الثانية، فبالتالي كل هيئة فيها 5 أمناء عامين. أنا بحكي على وزارة زي وزارة الصحة وبتعرف قديش فيها موظفين، فيها أمين عام واحد. نعم. بحكي على وزارة زي وزارة التربية والتعليم 100 ألف موظف، فيها أمناء عامين 2. هذا الشكل وهذا النمط مخالف للحوكمة. إحنا في عنا أنماط للحوكمة يجب أن نطبقها ونمشي عليها. طيب ماشي نبدأ. تفضل سيدي. بسم الله. نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى. صحيح. هي إدارة وزارة الإدارة المحلية أصبحت الآن صح؟ لا هو بنك تنمية المدن والقرى تابع لوزير الإدارة المحلية وليس لوزارة الإدارة المحلية. تابع للوزير. تابع للوزير. طيب سيدي مثل هذا صندوق تنمية المحافظات إحنا شو رشقنا؟ سيدي صندوق تنمية المحافظات كان عبارة عن صندوق موجود بمؤسسة الموارد الاقتصادية جدكو. نعم. هذا الصندوق كان منه الهدف إنه يشوف المشاريع الموجودة بالمحافظات، طموح الشباب، يعطي قروض بفوائد قليلة اللي يمشي حركة الشباب. نعم. لكن إحنا أقول لك بكل أمانة ما نجحنا بهذا الصندوق. اللي أدرى واللي أعرف بقصص المحافظات والمناطق النائية والبلديات هو بنك تنمية المدن والقرى اللي هي. نعم. وزير الإدارة المحلية اللي ممكن لما يوزع على البلديات بعرف وين المشاريع اللي ممكن تقام وين ممكن يمنحوا قروض. نعم. طيب سيدي احنا شو رشقنا من هذا من خلال هذا النقل؟ سيدي رشقنا مدير صندوق، رشقنا موظفين، رشقنا يعني مدير صندوق. ما في مدير صندوق الآن؟ لا لا الآن بنك تنمية المدن والقرى هو بده يتولى هاي المسؤوليات. يعني الترشيق اجى على مدير التنمية، على المدير فقط، مدير الصندوق يعني والموظفين الموجودين بالصندوق. سيدي طيب الموظفين الآن، وهذا سؤال على لكل ما تم، الموظف باقي ولا رايح؟ احنا رجعنا للسؤال العام، اهم سؤال عندك هو سؤال الموظفين. بالضبط. القرارات الدمج اللي طلعت اليوم واللي راح تطلع لاحقا لن تمس حقوق الموظفين ولا تنقص من رواتبهم. لن تمس حقوق الموظفين ولا راح تنقص من رواتبهم. اخي عامر مش فضل. معقول موظف بهيئه، احنا بنعرف انه الهيئه باخذ 1000 ليرة ماشي. والموظف بالوزاره باخذ 500 ليرة، بس هذا الزلمه برمج حياته على 1000 ليرة، ماخذ قرض من عشان يشتري سياره، وماخذ قرض عشان يشتري شقه، وماخذ قرض عشان يدخل اولاده على المدرسه، ومش ذنبه انه هو باخذ ال1000 ليرة، ذنبه انه انا اعطيته ال1000 ليرة. الحكومه لما ميزت موظفي الهيئات عن موظفي باقي الوزارات حتى صار في عدم عداله بالموضوع، صار في شعور عن موظف الوزاره بيختلف عن انه مختلف عن موظف الهيئه، انه هذاك شيء ثاني. لكن احنا لا يمكن نقدر نمس بحقوقهم الماليه الان. طب والعداله كيف بدكم تضبطوها بين موظف الهيئه وموظف الان الوزارة. احنا بصدد اعداد نظام خدمه مدنيه جديد. ماشي. واتوقع انه كما حكى لي معالي وزير العمل رئيس مجلس خدمه مدنيه انه يوم السبت انتهت دراسه مجلس خدمه مدنيه. الان ما في موظف بالحكومه الاردنيه والدوائر التابعه لها والهيئات التابعه لها مش خاضع للنظام. ماشي. ومش ماشي على سلم الرواتب الموجود بالنظام. ما في مدير موارد البشريه بوزاره النقل مثله مثل مدير الموارد البشريه بهيئه النقل، نفس الراتب، نفس المستوى، نفس الدرجه، بيمشي على السلم الوظيفي نفسه. اما انت تفوت على هيئه تلاقي راتب مدير الموارد البشريه فيها 2500 دينار، وبتروح على وزاره اكبر منها راتب مدير الموارد البشريه فيها 700 دينار، هذا مش عدالي اصلا، ببطل عند الموظف انتماء لمؤسسته. طب سيدي طب هذا النظام الجديد اسالك فيه ولا خليه لسامح الناصر؟ لسه ما اكتمل. ماشي. انا بقول لك التوجه العام اللي فيه. ماشي. لا انت اسالك في تفاصيل بنخليها لما يكتمل. ماشي. طيب سيدي بنروح على الثاني، ضم دائره الارصاد الجويه لوزاره النقل كمديريه. كل الاردن تسالك. نعم سيدي. شو دخل الارصاد الجويه بالنقل؟ لا يا سيدي هذا شيء عالمي. الا دائره الارصاد الجويه هي اهم شيء فيها تابع حركه الطيران، طول عمرها مربوطه بوزاره النقل فيما يخص الطيران طبعا. وبتعطي نشرة الأحوال الجوية، وأهم دائرة بتأخذ منها نشرة الأحوال الجوية هي المطار،
والطيران المدني. نعم يعني، وبالتالي الدائرة ستكون هي مديرية بالوزارة، هي مديرية بوزارة النقل. يعني حجمها ما بجوزش بالأيام هاي يظل ما زي ما كان حجمها سابقا، مدير عام ومباني وسيارات وموظفين، لأنه دائرة الأرصاد يعني الأرصاد الجوية الآن صارت تقرأ على الإنترنت وعلى مواقع عالمية. صحيح. يعني وصارت تنتشر بشكل أوسع، فبالتالي دورها راح يكون يعني رقابي على المواقع اللي بتعطي النشرات الجوية. بالتالي راح يكون تقليص. تقليص. أعداد موظفين. لا سيدي. إحنا نرجع نحكي الموظفين. ماشي. اللي موجودين. لن يتم مساس حقوقهم، لكن احنا عندنا اقول لك بكل امانه راح نعيد توزيع الموارد البشريه. نعم. نعيدها بشكل منظم، في دوائر بحاجه، في دوائر في عندها فائض، هذه الموارد البشريه لازم تتوزع على الدوائر بشكل عادل. طيب كم سياره وفرتوا بضم الغاء 8 هيئات ومؤسسات؟ الان قلت لي سحبت سيارات. هلا موضوع السيارات انت دخلتني على موضوع ثاني. ما هو لا، مو سؤال بيجي على سؤال. سؤال بيجي على سؤال. يا سيدي العزيز، انا 8 مؤسسات هذول يعني على القليله بقدر اقول لك من المدراء العامين هاي 8 سيارات. ماشي. بقدر اقول لك من الاستاف الامناء العامين هذول، ما 5 كل واحد؟ لا هذول المدراء العامين. ماشي. احنا لسه ما بلشناش بالهيئات. طيب. انت بلش لي بالمؤسسات. ماشي بالمؤسسات. ماشي تفضل. 5، لكن احنا اشتغلنا شغل ثاني على موضوع السيارات، موضوع مختلف تماما عن أمامنا اليوم وما وردنا اليوم. هاي بتعرف قصة السيارات قصة مزعج المواطن كثير، وبأمانة بحكي أنه رئيس الوزراء كثير مهتم بموضوع السيارات، لأنه شايف قديش المواطن منزعج من هذا الموضوع. لما يشوف سيارات حكومية بتروح على أعراس، سيارات حكومية بتروح على على دفن، سيارات بتروح على مناسبات، ليش هاي السيارات بتروح على المناسبات؟ ورغم ذلك قاعد بيجينا طلبات من بعض المؤسسات، يا عمي عندنا نقص بدنا نشتري سياره. شاف دوله الرئيس الحل الوحيد انه نشكل لجنه تطلع على الوزارات وعلى المؤسسات، لفت الاردن من الرمثه للعقبه، ما في دائره حكوميه ما فاتتها هاي اللجنه، وشافت الدوائر اللي بحاجه. شو نتائجها؟ نتائجها سحب 1300 سياره. يا بلاش 1300 سياره، هاي زايده، هاي فائضه عن الحاجه، فإذا على الحاجة. نعم هذا صحيح. طيب سيدي، إنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها. نعم يا سيدي. طيب شو هاي الشركة الأردنية؟ يا سيدي هاي الشركة احنا جبنا الشركات المملوكة للحكومة. هاي خسرانة ولا ربحانة؟ لا هاي مش خسرانة. ماشي مش خسرانة، حتى الشركتين مش خسرانات. نعم. وهلا بقول لك ليش مش خسرانات، لأنه صدق. ما عندهنش أعمال يقومن فيهن، يعني أنت عندك هاي الشركة وعندك شركة المنشآت العقارية. الشركة هاي تملك حمامات معين. طيب. أتوقع فوق 90% منها للحكومة، وفي حوالي 10% لشريك آخر. نعم. هلا هاي الشركة وظيفتها إنها تملك حمامات معين فقط. والشركة الأخرى وظيفتها إنها بتملك مجمع الشابسو وعمارة البرج. يعني هو تحصيل الأجارات من هاي العمارات. في عنا شركة إدارة مساهمات حكومية. معروفة. هاي شركة جديدة. طلعت نتيجة دمج مؤسسة الاستثمارات الوطنية مع مسماها جديد. مسماها جديد. هي 2015 مسمى جديد 2019. صار دمج بين شركة المساهمة بين مديرية المساهمات الحكومية في وزارة المالية. نعم. وشركة إدارة المساهمات الحكومية طلعنا شركة واحدة. نعم. أيضا هاي نجت عن دمج. هذول يعني هاي ممكن أنها تقوم بأعمالها. طب فبدو يتم تصفية أعمال هذه الشركة. هناك من يقول طب ماذا لو ذهبت إلى إدارة قطاع خاص هذه الشركة؟ ألا يكون ذلك أفضل؟ سيدي هاي شركة مملوكة للحكومة أكثر من 90%، وبالتالي بدها مجلس إدارة وبدها مدير عام وبدها إجراءات، رغم أنه زي ما قلت لك هي عبارة عن مالكة لمنشآت، مالكة منشآت عقارية. نعم. طيب ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردن لوزارة النقل كمديرية فيه. نعم الخط الحديدي الحجازي. الخط الحديدي الحجازي فيه. تفضل. نعم تفضل. لا لأنه في عندي سؤال، هناك من يتحدث بأنه تحتاج إلى موافقة 3 دول، صحيح؟ لا يا سيدي لا، هي مش مش إنه إحنا ما ألغينا الخط الحديدي الحجازي. ما ألغيته، إحنا نقلنا مهامه إلى وزارة النقل. مجلس الخط الحديدي الحجازي إله الآن مجلس إدارة. نعم. وأنا اتصلت مع عطوفة الأخ صلاح اللوزي إنه شو أعمال مجلس الإدارة، شو الأعمال اللي بقوم فيها مجلس إدارة الخط الحديدي الحجازي. لا يعني إنك أنت تنقل مهامه إلى وزارة النقل أو تخلي فيه مدير أو شو الوحدة الإدارية اللي بتدير هذا الخط الحديدي الحجازي، أنت ما قمت عنه صفة الوقفية، صفة الوقفية باقي عليه كما هي. بس إحنا كدولة إحنا حريتنا شو الوحدة الإدارية اللي بتدير هذا الخط.
يعني من هون حطيته للنقل. للنقل. من وحدة لوحدة. نعم. طيب. لا من وزارة. من دائرة. من دائرة الوزارة. تتبع لمجلس إدارة إلى مديرية. ماشي. في وزارة. في وزارة. ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية لتصبح مديرية في وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية. نعم. ضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها ودمج عدد من الصناديق التابعة للوزارة. نعم صحيح. يعني هاي أقول لك بكل أمانة ما قدرنا نأخذ غيرها اليوم من معالي وزير الأوقاف بناء على الدراسات الموجودة أمامه. نعم. إنه تنمية أموال الأوقاف ممكن تدار من قبل المديرية بالوزارة لأن الوزير بتعرف إجا بالتعديل الجديد. نعم. وقاعد بدرس لكن هو بناء على كلامه. إنه هناك عدد من الدوائر أو المديريات الموجودة في وزارة الأوقاف سيتم دمجها ببعض وسيتم دراسة الصناديق الموجودة زي صندوق الحج زي صندوق الزكاة إذا في إمكانية لدمج هذه المؤسسات. هذه تعليمات الوزير جديدة من القديم؟ لا الجديد. طيب إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان. نعم سيدي أنا كنت أتذكر لما كان مركز الإيداع الأوراق المالية هو عبارة عن مديرية بهيئة الأوراق المالية. بس برضو أنا ما بعرف كيف صار له مجلس إدارة وصار فيه رئيس تنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية. تحدثنا مع رئيس هيئة الأوراق المالية وتحدثنا مع رئيس شركة بورصة عمان والمهام اللي أعطونا إياها عن مركز إيداع الأوراق المالية يمكن نقلها إلى هيئة الأوراق المالية وجزء آخر يمكن نقله إلى شركة بورصة عمان ما هن موجودات. ضم سلطة المياه ونقل المهام إلى وزارة المياه والري. أخ عامر الكل بعرف أنه الآن صار في شركة مياه هنا شركة مياه اليرموك شركة شركات المياه هي اللي صارت تقوم بالتزويد الماء إلى المواطنين. صحيح. وهي صارت تقدم هاي الخدمة للمواطنين. فبالتالي دور السلطة أو المهام اللي بتقوم فيها السلطة ممكن تقوم فيها الأمانة العامة لوزارة المياه والري. يعني السلطة الآن ما إلها علاقة بالدفع الفوري المالي للشركات ولا إلها علاقة؟ لا سيدي إحنا ما أخ عامر إحنا ما لغينا السلطة إحنا نقلنا مهامها إلى وزارة المياه والري. المهام تبقى كما هي. المهام نفس ما هي. طبعا. طب شو استفدنا من هذا النقل إذا المهام مثل ما هي؟ يا سيدي هاي سلطة فيها أمين عام. طيب. تسمح لي. نعم. تفضل. بقولك في ظل قيام الحكومة اليوم بدمج سلطة المياه مع وزارة المياه والري، هل سوف تبقى السلطة بتقديم الدعم المالي النقدي المباشر للشركات المياه الأخرى مثل مياه اليرموك وغيرها، حيث يقوم قطاع الشؤون المالية ضمن سلطة المياه بتوفير الدعم والمساندة للشركات التابعة للسلطة من خلال الدعم النقدي المباشر؟ قدمت السلطة حوالي 79 مليون دينار دعم نقدي مباشر و11 مليون لشركة مياهنا و68 لمياه اليرموك بالإضافة إلى المحافظة. بس أكمل لك السؤال زيد بعد أمرك. من خلال إطفاء خسائر شركة المياه اليرموك، إثبات قيمة البدلات سنوية تأجير الموجودات المثبتة لشركة مياهنا، تحملت السلطة خلال الأعوام السابقة كلفة شراء مياه الديسي ولم تحملها الشركة مياهنا خلال أعوام 2015-2016. بالتالي ما الفائدة من دمجها إذا بقيت تعمل على هذه الأمور؟ يا سيدي اللي كان يدعم هاي الشركات صحيح صحيح السلطة، لكن السلطة من وين؟ ما هو من الحكومة من الموازنة العامة. وأنا بقول لك نقلنا مهام السلطة إلى وزارة المياه والري. ما ألغينا السلطة ولا ألغينا دورها، لكن السلطة كانت تقوم بتزويد المياه، عندها موظفين موجودين بالميدان، عندها سيارات، عندها نفقات تشغيلية، عندها أمور كثير كانت تقوم فيها، لكن هاي قاعدة محافظة بتنتقل الدور للشركات، والشركات أنا اللي شايفه أنها قايمة بواجبها على أكمل وجه. طيب سأذهب إلى فاصل أول بعد ذلك. تفضل تفضل البقائي معنا فاصل قصير. اهلا بكم من جديد واهلا بضيفي. بسألك سؤال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بعدنا بنحكي عن ثمن هيئات ومؤسسات. نعم. من اصل 56. نعم صحيح. هل سيحاسب من قام بعمل هذه الهيئات اللي خسرت الدول قروش، اللي عملت عدم عدالة بين الموظفين بالاردن، اللي الان احنا قاعدين من عيد هيكلتها ودمجها، خامس مفوضين، خامس أمناء عامين، رواتب ما إلى ذلك، هل من قام بتأسيس هذه الأيات سيحاسب أمام؟ أخ عامر هاي اجتهادات وهاي أقرت بموجب قوانين وموجب أنظمة وموجب تشريعات. من وافق على هذه القوانين؟
سيدي هاي القوانين في مجلس وزراء وفي مجلس نواب ومجلس أعيان، يعني أنت مرت مراحلها. وبهذاك الوقت ما أنا ما بعرف كيف كانت الأمور. أنا بسألك سؤال، أنا عارف أنه أنت راح تقول لي هذا الجواب، بس أنا بدي أسألك سؤال يا سيدي. صح ولا غلط؟ لا غلط. ليش غلط؟ طب هذول ثمانية بتقول لي أنه إحنا وفرنا 1200 سيارة، صح؟ لا مش على الثمانية هذول، ماشي على الكل، على كل المحدات. أنت قاعد بتقول لي إنه في هيئات فيها خمسة صحيح أمين عام، صحيح. وهذا طيب. ما وزارة الصحة بتقولها في أمين عام واحد. صحيح. طيب اللي عمل هاي مين هو؟ يا سيدي الحكومة اللي عملت هذا الحكي، الحكومة اللي عملت هذا الحكي. على أي أساس عم كانت تعمل في الحكومات السابقة؟ هلا كان في عندها متطلبات دولية، في عندها دراسات، في عندها أمور، أنا ما بعرف هذاك الحكي. طيب شوف هالمؤشر يا سيدي، هذا أخذناه مركز الدراسات الاستراتيجي بالجامعة الأردنية. بعام 2004 كان عندنا 32 وحدة وهيئة ومستقلة. بعام 2014 15 64 صار. نعم. الآن 2018 صار 57. 2019 قديش صار؟ إن شاء الله راح اليوم نزل 8 سيدي. اليوم نزل 8. طيب سيدي بدي أسألك هاي بهذه الدراسة بعد أمرك بعد ذلك على قطاع المياه. قطاع المياه بقول لك يلاحظوا أن هناك تداخل بين هذه المؤسسات والوزارة في موضوع التخطيط ووضع السياسات، حيث من المهمات الرئيسية للوزارة هو رسم السياسات واستراتيجيات وتخطيط وتنفيذ برامج التوعية المائية. هذه المهمات تقوم بها المؤسسات الحكومية والمستقلة في هذا القطاع وبخاصة سلطة المياه. يعني بالأصل ما فكان إلها داعي بالمرة. هي حسب مركز دراسات الاستراتيجية والعام للبحث الأستاذ علي العساف. والله نعم سيدي، سلطة المياه سابقا كانت تقوم بهذه الأعمال اللي بتقوم فيها الشركات الآن. طيب ليش عملوا الشركات؟ ما هذا السؤال يا سيدي، عشان نوفر خدمة للمواطنين. طيب قطع الطاقة أفضل، ماشي قطع أفضل. صارت الخدمة الأفضل؟ طبعا صارت الخدمة الأفضل بالمي يا سيدي، احنا أكثر دولة بالعالم يعني فقيرة بالمي، ما إن شاء الله الحمد لله ما عندناش حد عطشان والله، بالصيف تنقطع يعني بشوية. طيب ماشي قطاع الطاقة، يلاحظ أن هناك تداخلا في بعض السياسات العامة ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة كهرباء الوطنية، إذ تعمل كلتاهما على استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية من مع دول الربط الكهربائي. شو بدنا نعمل بالطاقة؟ أخ عامر تفضل. يعني أنا ممكن أجاوبك إداريا بس مش ممكن أجاوبك بكل اللي سألته. ماشي أعطيني إداري. قطاع الطاقة، أنا اللي شايفه واللي شايفه من معالي وزيرة الطاقة، هي عندها برضو مشكلة بهذا الموضوع. وزيرة الطاقة بتتفاجأ مرات بتنسيبات جاية على مجلس الوزراء من الهيئات التابعة لها بدون ما تمر عليها. يعني هناك هيئات مش مرجعياتها مش وزير القطاع، مش الوزير المعني، مثل هيئة قطاع الطاقة والمعادن، مثل هيئة الطاقة الذرية، مثل الشركات المملوكة. يعني احنا الآن بدنا ندمجها بس عشان تكون مع الوزيرة صاحبة القرار الأول والأخير. لا مش معالي الوزيرة. هذا أنت بتحكي عن ولاية عامة للدولة. أنت كيف تطبق الولاية العامة وأنت كوزير بالقطاع قطاع أنت مش مرجعية قطاعك؟ طب ليش في هي يعني إحنا بالنمط الواحد عامر بالنمط الواحد مختلفين، ليش في عنا هيئات مربوطة بالوزير المعني وفي عنا هيئات مربوطة برئيس الوزراء مباشرة؟ طب الآن شو بدكم تعملوا بهذا التشاور؟ الآن بدنا إحنا ندرس مرجعية، أهم إشي ما ندرس المرجعيات ونزيل هذا التشوه الإداري الموجود في القطاعات. ما في وزير قطاع يكون مش عارف عن قطاعه، ما بيجوز يكون هذا الوزير مش عارف عن قطاعه. طيب سيدي الآن في دراسة إلغاء وضم المزيد من الهيئات المستقلة. نعم. من ضمنها دمج جميع الهيئات المنضمة لقطاع الطاقة في هيئة واحدة، مثل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وهيئة الطاقة الذرية الأردنية. نعم سيدي. مزبوط. هاي الدراسة بتقول يعني هاي تحت الدراسة ومعالي وزيرة الطاقة هي اللي بتقوم بهاي الدراسة. نعم هي راح تعملها. طبعاً. راح بتقلصوا عدد المفوضين في الهيئات المتبقية. شوف أقول لك شغلة. أحكي لك شغلة. هلا بالنسبة لموضوع المفوضين. في يعني حتى لو بعض الهيئات ما تم دمجها أو نقل مهامها في هناك مبادئ عامة اللي هو عدد المفوضين. ماشي. لأنه إحنا شفنا في معايير وأسس عالمية لعدد المفوضين. نعم. إذا هناك قطاع أو هيئة تعنى بأكثر من قطاع يجب أن يكون هناك عدد من المفوضين. إذا الهيئة تعنى بقطاع واحد يجب أن يكون مدير عام. يعني أو رئيس هيئة. عندكم الهيئتين بالدراسة مدير عام واحد؟ لا الهيئتين اللي عنا كل واحدة فيها خمس مفوضين تبعات الطاقة. يا بلاش. ومرجعيتهم رئيس الوزراء مباشرة. وأنا لما أقول لك في اتفاقيات دولية بتوقع في تنسيبات تيجي على مجلس الوزراء الوزير المعني بالقطاع لا يعلم بها، ما بيشوفها غير بالمجلس. ما له علاقة عند رئيس الوزراء. هيك القانون.
مش هو ما له علاقة هيك القانون. بتروح على هيئة النقل أو هيئة تنظيم الطيران المدني مربوطة بوزير النقل. طب ليش أنا بنمط الحوكمة مختلف؟ وهذا تعملوه بالنقل لأنه دمج جميع الهيئات المضمة لقطاع النقل في هيئة واحدة، نقل البري، هيئة البحرية للأردنية، وهيئة تنظيم الطيران المدني. حتى قطاع النقل هاي ضمن الدراسة. ضمن الدراسة حتى ماشي. قطاع النقل يعني أنت بتروح على هيئة الطيران المدني، هناك 5 مفوضين، الخمسة برتبة أمين عام. بتروح على هيئة النقل البري، نمط مختلف مع أنها بنفس القطاع، إلها مدير عام وإله مجلس إدارة بنفس القطاع. هاي بالمعناته الخلل بهيئات المستقلة بهال. لا أنت يمكن ما سمعتش اللي صار اليوم. لا أنا بقولك الخلل فيها مش بهالموظفين، خلل فيها بال. أنت ما سمعت اللي صار اليوم. أنت ما سمعت اللي صار اليوم. شو صار؟ هذا الجمعة الفاتة دولة الرئيس بده يدرس موضوع الهيكل بالبيت. ماشي. فأخذ مني هالهيكل التنظيمي تبع الدولة. والله ضرب علي بكل سامي، أنا شايف قدامي هيئة وشايف سلطة وشايف صندوق وشايف دائرة. طب ممكن تقول لي كيف كل واحدة يعني ليش هاي هيئة وليش هاي؟ والله ما عرفت أجاوب بساعتها ما عرفت أجاوب. لكن لما رجعنا لدراسات عالمية في لكل واحدة تعريف والعجلة ماشي. إحنا دولة بسنة 2019 زي الأردن، ليه ما تطبق المعايير والأسس العالمية على هيئاتها؟ إذا العالم بيقول لك هيئات النقل هي عبارة عن هيئة واحدة للنقل البري والبحري والبري وكل واحدة مفوض، ليش ما نطبق؟ إعداد إطار عام لهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة يتضمن مراعاة الحد الأدنى من المفوضين، الكلف الإدارية اللوجستية، دراسة المهام التنظيمية والتنفيذية التي تمارسها الهيئات. نعم سيدي. شو يعني هيك سيدي؟ أنا حكيت قلت لك في مبادئ عامة. يعني هلا بتيجي على هيئة الطاقة الذرية أو نعم. هيئة الطاقة والمعادن أو هيئة الأوراق المالية أو ماشي. هيئة الاتصال، أي هيئة بدنا نقوم بدراستها. نعم. إذا هناك مبررات حقيقية يقتنع فيها المواطن نعم. ويقتنع فيها مجلس الوزراء لعدم ضم هاي الهيئة، هناك مبادئ لازم تطبق اللي هي عدد المفوضين نعم. الامتيازات اللي معهم. لكن بالمقابل بدنا نكون عارفين أخي عامر، في عندنا بالأردن هيئات رقابية وهيئات حيوية لا يمكن دمجها وضمها، مثل عندك البنك المركزي الأردني ماشي. عندك ديوان المحاسبة، عندك ديوان الخدمة المدنية، عندك الهيئة المستقلة للانتخاب، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. هناك مؤسسات حيوية بالدولة. سيدي ما حدا بيطلب منه كمان يكون سيدي. لا انت لما تطلع على البنك ده بتشوف اسماء كل الهيئات، بتقرا اسماء كل الهيئات. نحكي بصراحة. طيب سيدي هذه الحلقة احنا عاملينها توضيحية. نعم سيدي. بدي توضح لي اليوم شو تحدثتوا فيه وشو ناويين تعملوا فيه، عشان بعدين اذا ما صار شيء ما تزعلوش علينا. بقول لك يا سيدي انتوا قلتوا هيك وما عملتوش صح؟ هذا كله توضيح. كله توضيح. إذا اللي قلنا ما عملناهوش ساعتها احكي اللي بدك اياه. ماشي هذا كله توضيح. ماشي بس بضل عندي سؤال. سؤال واحد. تفضل. نرجع للموظفين. جاهزين سيدي. أنت قلت إنه الهيئات دمجها خلقت لنا حالة من عدم العدالة بين الموظفين. لا مش دمجها. يعني الموظفين. إنه وجودها. وجودها. أخوي العزيز كان في أنظمة خاصة للهيئات. مو أنا بدي أسألك كيف بدنا نعالجها. بدنا نعالجها بنظام الخدمة المدنية الصادر هذا الجديد. الجديد سيدي اللي راح. أنا يا أخي عامر أنا ما بقدر أروح على موظف الآن أقول له بدي أنقص من راتبك. أنت شايف الوضع اللي عندنا، الوضع الأزمة الاقتصادية والوضع اللي بمر فيه المواطن الأردني، في عندنا وضع صعب. لا أنا ما بقول لك تخفض راتبه. نعم أقول لك سيدي هذاك. سيدي هذاك الآن دولة الرئيس أعلن عن زيادة بالرواتب، لكن ما بقول لك إنه راح يوصل لراتب هذاك. بقدرش أقول لك إنه راح يوصل لراتب هذاك. اما هذاك انا مضطر احافظ عليه، لاني انا يعني انا جزء اني بليته بهذا الراتب. طيب سيدي انا عودته عليه. ماشي الان موجود اكيد له كلف ماليه موجوده ضمن الموازنة الدوله. هذه الكلف أقول لك الماليه بالأمان الكلف الماليه ما راح تظهر زي العالم والناس واعطيك ارقام بكره تطلع مش حقيقيه الا بعد اعداد الموازنه واستكمال اجراءات الدمج. يعني هلا انت احنا اليوم هاي بدها تعديل انظمه، في شيء بده تعديل قوانين، لسه بده يروح على مجلس الامه، مش راح يكون كل شيء واضح امامك اليوم. طيب ماشي نفوت على اقرار 175 تشريع من ضمنها 51 قانون تم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء الى الوزراء المختصين والوزراء الى الامناء العامين والمدراء. نعم سيدي تفضل اشرح لنا بالله عن هذه التعديلات 175 تشريع. نعم تفضل. انا من اليوم الاول لتشكيل هذه الحكومه ورئيس الوزراء بتابع جدول اعمال المجلس نعم. مادة مادة وبشوف هالمواضيع التي تعرض على مجلس الوزراء ويسألني ليش هذا بنعرض على المجلس. طب هذا
موظف بده ينحال على التقاعد بناء على طلبه، طب الوزير بروحه، ليش الموظف اللي بيطلب احالته على التقاعد يقعد 3 شهور لما ينحال على التقاعد او شهر لما يطلع قرار مجلس الوزراء؟ اذا مستثمر بده يجدد جواز سفر مؤقت، نعم، ليش بده يجي على مجلس الوزراء؟ طب وزير الداخلية بعطيه الموافقة أو مدير عام الأحوال بساعة بعطيه موافقة تجديد جواز سفر. نعم. أنت كمجلس وزراء منحته جواز سفر مؤقت، أما كل سنة بده يجدد جواز سفر بده يجي عندك؟ أنت بدك تبسط الإجراءات وتسهلها عشان تقدر تخدم المواطنين. بدها إرادة من الوزير، يعني الوزير إذا راح فوض الأمين العام ولا المدراء العامين اللي عنده مش بيقبلوا؟ أخ عامر، أول إشي بدي أقول لك شغلة. ما راح أقول لك ليش؟ لا لا، ما هو انت سؤالك غلط. ليش غلط؟ هسه بقول لك ليش. اعطيني، راح اقول لك ليش بمثل انا عندي. طب احكي، خلني اقول لك سؤالك يا سيدي. امين عام وزاره اخذ جائزه وحالته حاله وعمره صغير وما شاء الله عنه من روحه، ليش اقول لك انت عارف منو امين عام الوزاره؟ هذا ما له علاقه بالتشريعات. كيف ما له علاقه بالتشريعات؟ بتقول لي بتفوض، فوض الوزير، فوض الامين العام. اذا انت اللي كويس عندك الامين العام روحته، كيف بدك؟ لا 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 لا، انا بحكي على شوف عامر، تفضل انت الامور واضحه امامك. احنا بنحكي على الاجراءات الروتينيه. الامين العام قرار سيادي، نعم، بتعيين امين عام واحاله امين عام والتقاعد، وهي ظلت مع مجلس الوزراء. انا بقول لك احاله موظف على التقاعد بناء على طلبه، ماشي. ما قلت لك امين عام ولا قلت لك درجه عليا. طيب ماشي. الان هذا الموضوع خلق تشوه اداري عندنا، موجود، صار في تشوهات اداريه. ليش التشوه الاداري؟ اذا موظف بيخضع للضمان الاجتماعي بحيله على التقاعد الوزير، اذا الموظف بيخضع لقانون التقاعد المدني بحيله على التقاعد مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ليش؟ لانه احنا ماشيين على قانون تقاعد سنه 59 ونظام خدمه مدنيه سنه 2013، بس ما وائمنا التشريعات مع بعض، ما قربناها لبعض. كنا ناخذ 3-4 ساعات بمجلس الوزراء بس على اجراءات روتينيه، وننسى الامور السياسيه والاستراتيجيه اللي هي ذات اهميه اكبر للمواطن. لانه لما تيجي انت بس تخلص هالبريد هذا كله، المواطن بيكون لمجلس الوزراء بيكون منهك. صحيح. بعدين انت سهلت امور للمستثمر. اقول لك ظهر معنا مثلا بهيئه الاستثمار، هيئه الاستثمار لها مجلس، ورئيس مجلس الاستثمار هو رئيس الوزراء. في بعض التشريعات بيقول لك انه مجلس الاستثمار ياخذ القرار ب1-2-3 ويرفعه لرئيس الوزراء او مجلس الوزراء للمصادقه عليه. طب ما هو رئيسه رئيس الوزراء، ليش ترفعه لرئيس الوزراء او مجلس الوزراء بنفس التشريع؟ هاي التشوهات بدنا نزيلها. طيب. بدنا نسهل على المواطنين، بدنا نسهل على المستثمرين. في قانون قاعدين بنطبقه سنة 38 أخي عامر، قانون الطرق. مجلس الوزراء بيصنف طريق زراعي أو طريق قروي، شو علاقة مجلس الوزراء على الطريق زراعي أو الطريق قروي؟ في لجان فنية موجودة بالبلديات ترفع للوزير الأشغال، بنسق مع وزير الإدارة المحلية. عندنا 175 تشريع مثل هيك. 175. شوف احنا لما راقبنا جدول أعمال مجلس الوزراء، أنا إلي 20 سنة بالرئاسة، أنا فت درجة 7 وظليت أدرج لما صرت أمين عام مجلس وزراء وأمين عام رئاسي وهيني وزير، ما شفت تعديل هذه الحزمة من التشريعات دفعة واحدة حتى يلمسها المواطن، وأصر رئيس الوزراء أنها تطلع حزمة واحدة. شكل فريق فني، كنت أنا رئيس الفريق، فيه خبراء قانونيين وخبراء إداريين وخبراء فنيين، ماشي. استعرضنا كافة أعمال التشريعات تنظم أعمال مجلس وزراء، وتم تعديلها بالكامل فيما يتعلق بالقضايا الروتينية. سيدنا بآخر جلسة لمجلس الوزراء قبل أسابيع قال يا أخوان سهلوا على المواطنين، ريحوا المستثمرين. أنا كيف بدي أريح المستثمر إذا بده لما يقوم بمشروع بمئات الملايين، ولما بده يدخل سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت بده مجلس وزراء؟ طب إدخال سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت عليها شروط موجودة بنظام الإدخال المؤقت، ليش بدها مجلس وزراء؟ إذا مطبق الشروط يخص سيارته. طيب سيدي، هل هذه الحزمة من الإصلاح الإداري كافية على أن نتحدث بأنه نحن الآن نسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الإداري؟ أخ عامر تفضل. ما في إشي كافي، والدنيا قاعدة تتطور، ماشي، والدنيا ماشية. لكن إحنا اليوم من ما فتنا على عليك وقلنا لك إحنا بدنا نعدل 175 تشريع ولا بدنا ندمج مؤسسات. اليوم رئيس الحكومة وقف قال اليوم دمجت راح أدمج 8 مؤسسات. هذا الحكي إحنا دارسينه وقارينه، وأنا جاي بقول لك عدلنا 175 تشريع، مش راح نعدل 175 تشريع. منهن 51 تحت القبة الآن في مجلس الأمة،
وتم عقد اجتماعات مع رئيس مجلس النواب مع اللجان المختصة حتى نقدر نمرق هاي التشريعات ويحس المواطن بالفرق وتبسيط الإجراءات عليه. الإجراءات على المواطن؟ على المواطن وعلى المستثمر. وأيضا أنت بدك تخفف العبء عن مجلس الوزراء حتى المواطن تقدر تأخذ قرارات ذات أهمية عالية للمواطنين، ترسم استراتيجيات للبلد. مثل إيش؟ منتو كاتبين تمكين مجلس الوزراء من التركيز على الأعمال الاستراتيجية من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهمية. هذا الأعمال اليوم اللي قمنا فيها أعمال استراتيجية، بدنا نعرف نخطط ونقرأ ونكتب لهاي المواضيع. ما بدنا إحنا إحالة موظف على التقاعد لبلوغ السن القانوني، تجديد جواز سفر مؤقت، السماح بإدخال سيارات تحت وضع الإدخال المؤقت. هاي اللي بده يعمل محطة بث فضائي أو إعلامي بده رخصة من مجلس الوزراء. على عيني وراسي مجلس الوزراء برخص. طب مجلس الوزراء ليش يجددها؟ ما التجديد له شروط واردة بالنظام، إذا طبق الشروط هيئة الإعلام ووزير الإعلام بيصادق عليها. ليش أنا بدي أعطل هالناس كلها العطلة؟ يعني على هذا الأساس الآن نستمع إلى كنا نستمع إلى الوزراء إنه والله أنا بقعد للساعة 8 أخلص بريد أو مجلس الوزراء. نعم صحيح. نعم أنا في يعني بخلص بريد بتاخدش ولا قرار حاسم أو خطة استراتيجية محددة تنفح الناس بس بخلص أمور روتينية. يا سيدي أنا واحد من الناس اللي قاعد قدامك، إذا بدي أشوف البريد بالمكتب بشتغلش. أنا بريد بروح معي ما بقدر أشوفه بالمكتب، ما عندكيش وقت تشتغل. بعدين بدي أقول لك شغلة وخارج إطار التعديلات التشريعية، إحنا قمنا بإجراءات أخرى لتبسيط الإجراءات على المواطنين والمستثمرين. مثل أخي عامر، إذا بديش أبالغ أكثر من 50% من البريد اللي كان يصدر عن رئاسة الوزراء لبيان الرأي. كيف لبيان الرأي؟ بيجي مواطن بده أو مستثمر بده يعمل يشتري أرض عشان يحط عليها مزرعة، عشان يقيم عليها خلايا شمسية يولد طاقة كهربائية لمؤسسته. هاي الصلاحية فيها لمجلس الوزراء، بس ألف باء الإدارة العامة ما دام بده يقيم مزرعة خلايا شمسية ويولد طاقة بدها برأي من وزارة الطاقة. تيجي للرئاسة تتسجل تتورد تطلع لوزير الدولة، وزير الدولة بنسب لرئيس الوزراء لازم نخاطب الطاقة لأنه في بده يولد طاقة كهربائية. هذا إذا المعاملة مستعجلة أسبوع تطلع لبيان الرأي للطاقة. الطاقة بقوموا بالدراسات المطلوبة منهم بردوا برجعوها للرئاسة. إذا التنسيب موحد بين الطاقة ودارة الأراضي والمساحة هي عرضت على المجلس. إذا التنسيب مش موحد من رد الرجع التنسيب لدارة الأراضي للعلم بمضمون تنسيب الطاقة. هذا الحكي برضه راقبه رئيس الوزراء، قال لي ليش بكتبوا لي؟ ليش الأراضي ما بتكتب للطاقة وبيجيبوا لي تنسيب موحد؟ أنا المستثمر هذا اللي بده يقيم هاي يشتري هاي الأرض شو ذنبه؟ شو له علاقة قديش تقعد المعاملة بالرئاسة وشو له علاقة ببيان الرأي؟ مدام الوزارات موجودة، الوزارات بتنسق بين بعض، وهي أمور موجودة بالنظام وموجودة بالقانون. إحنا يعني بطلت الرئاسة تكتب لإبداء الرأي، صارت المعاملة الرفض، تيجي المعاملة بتنسيب مشترك. إذا صار في خلاف بين الوزير ووزير آخر على التنسيب، في لجنة خدمات، في لجنة تنمية اقتصادية حسب مقتضى الحال، هي بتأخذ القرار المناسب. طيب. وبترفع التوصيل للرئيس. سيبدأ إلى فاصل، لكن قبل الفاصل سأطرح سؤال والإجابة عليه بعد الفاصل. حسب السؤال ممكن ما جاوبش أقنعك بالفاصل. الوفر المادي والمالي الذي سينعكس على الخزينة جراء هذا الدمج والإلغاء. نعم. فاصل قصير، تفضل بقية. أهلا بكم من جديد، أهلا بمعالي الوزير. أهلا سيدي. في وفر مادي من وراء هالسوالف؟ يا سيدي لابد أنه في وفر مادي إن شاء الله. يعني أنت أخي عامر تفضل سيدي، خلينا نعيد مرة ثانية. لما نقول في عندك هيئات، أربع خمس هيئات، الأربع خمس هيئات فيها خمس موظفين برتبة أمين عام، يعني يعني 20 سيارة ماشي، يعني الرواتب، يعني نفقات السفر، الامتيازات، هذا كله وفر مادي. لأن دائما احنا كنا نطالب بدمج وإلغاء هذه المؤسسة. طيب بالمقابل متى احنا سنلمس نتائج هذا الدمج؟ يعني نشوف انه لا والله الآن ما في تداخل، الآن ما في عندنا وزارة وما في عندنا هيئة، اثنتين بالشغل نفس الشغل بس هاي هيئة وهي وزارة. سيدي دولة الرئيس أعطى أصحاب المعالي بالقطاعات المختلفة شهر من تاريخه عشان تكون الدراسة عنده. طيب الشهر من تاريخه وما أظن يزيد. إحنا من هون يعني هو صار يعني هذا تم اتخاذ القرار فيه ولا ما زال؟
هلا انت عندك ثمان مؤسسات تم الاتخاذ خلص التشريعات انقرت ماشي، المؤسسات الهيئات المستقله كلها تحت الدراسه، الشركات الحكوميه كامله تحت الدراسه. نعم. وضمن مبادئ عامه، المبادئ العامه لن يكون عدد المفوضين مثل ما هو، لن تكون الامتيازات زي ما هي، لا، الهيئه بتطبق الحوكمه وتطبق المعايير العالميه، واذا تطلب وجود مفوضين ليش المفوض يكون متفرغ وليش يكون ياخذ امتيازات الفئه العليا المجموعه الثانيه؟ بكفي واحد برتبه امين عام بكل مؤسسه. ما كانش واحد يقول هالحكي هاي زمان قبل لما تشكلت الهيئات، انه لو ايش خمسه بكفي واحد، ما كان حدا صح؟ يعني لا في اكيد في. طيب بسالك سؤال الان، طيب الان افرض راحت الحكومه، لو افرض ما بدها تروح تقعد 20 سنه هي. نعم. راحت الحكومه وجدت حكومه ثانيه، وجدت بانه القرار اللي اتخذته الحكومه الرزاز خطا، بدنا نعيد ونعمل هيئات مستقله جديده. ما هذا شوف، ما احنا بدنا ضمان، ما احنا بدنا كل ما جاءت تيجي وزاره تغير شغل، التعديلات راح تتم بموجب قوانين ما بيغيروا. واقول لك بكل امانه يا استاذ عامر، الناس ما راح تمشي الامور زي هو الصح ويلا ماشي عليها، صح ولا لا؟ انت صريح والله. الصح ويلا ماشي ماشي، منو بيقدر بيجي بده يسوي هيئه الايام هاي مثل ما عملوا هيئات استرضاء لبعض الناس؟ يا سيدي انا ما هل فعلا هيئات كانت معموله استرضاء؟ لا ما في، كلها بتشتغل. احنا ما في اصلا، ما في عندنا الغاء، احنا كله نقل مهام ودمج مؤسسات. نعم. ما في عنا الغاء لمهام، هاي كلها هيئات تقوم بمهامها. ما في ورا ولا رايحين تلغوا ولا هيئه؟ لا، الغاء كامل لا يمكن، انت هاي مشكله بموجب قوانين. انت يعني اما ممكن تضم، يعني في مهام بتقوم فيها، في دراسات بتقوم فيها، في كيف. بس سؤال تفضل. احنا عندنا بريد بالاردن صح؟ شركه البريد الاردني يا اخي، شو اخباره؟ والله ممتاز. بالله عليك دسك، والله وين البريد؟ والله مش كنا ندفع فيه كهرباء يعني وسحبوها منه مسكين. انا صحيح وزير دولي، بس انت بتسالني عن كل وزارات. بس يعني السؤال والله، لانه خطر يعني بالي على البريد، بقول وين هذا البريد؟ شركه البريد شركه موجوده لها مجلس ادارتها وقاعده بتشتغل شغلها، واظني امورها قاعده تزبط على معلوماتي، انه امورها قاعده تتحسن. يعني كنت تدعموها ولا لا سيدي؟ سيدي طبعا بدنا ندعمها عشان تقدر تحسن امورها. نعم. وحتى يعني في بعض الاعمال اللي كانت تقوم فيها زمان التغت، اللي هي الرسائل ومش رسائل، هلا مع الواتساب والفيسبوك والهاط، بطل حدا يكتب مكتوب، هسه كله على التكنولوجيا يا اخوي. عامر سيدي، نسألك عن نظام المشتريات الحكومية الجديد، وضح لي قدر المستطاع عن هذا النظام، لأنه قلت لك حلقة توضيحية، تفضل. سيدي، نظام المشتريات الحكومية الجديد هو عبارة عن قصة نجاح. أنا بدي أقول لك بس يعني، تفضل إذا حبي. لا لا لا، عندي موجود سيدي، عندي موجود. ما ذول عندكم؟ من وعطاك إياه؟ أخذناه المؤتمر. يا سيدي تفضل. أول إشي، دائرة المشتريات الحكومية الجديدة هي عبارة عن دمج مؤسستين، دائرة اللوازم العامة ودائرة المشتريات الحكومية. ماشي، كويس كويس. نظام المشتريات الحكومية تم استبدال هذا النظام ب 56 نظام كان يطبق. هاي لحالها قصة. كان 56 نظام؟ 56 نظام مشتريات حكومي للوازم والأشغال في نظام مشتريات حكومي واحد. نعم. بلع، شو بدلك انه كان عندنا 56 نظام مشتريات؟ هسه شو بدلك انت؟ انا بدلنيش غير على انه صار عندنا الحمد لله دمجنا 56 نظام. انا والله بدلني الف سؤال، 56 نظام معناته انا بامكاني اني اخترق هذا النظام ب 56 وسيله، صح؟ قل لي او لا لا، 56 نظام مشتريات. لا لا لا، شوف مش لهالدرجه اخي عامر، اللي فايت يخدم وطنه ويخدم مليكه ويخدم المواطن بيخدم بكل امانه واخلاص. لو في 100 نظام وبده يفسد وبده كذا، صح، ما في شيء بمسكه. ماشي، عملنا نظام واحد. دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والتي صرنا نمنحها فرص المنافسة في المشتريات الحكومية. هذا كويس، هذا ممتاز. وضح لي يا بالله حتى الناس تستفيد منه. شوف أخي عمر، قل لي، أنا ما عندي الخبرة الكافية بدائرة المشتريات الحكومية واللوازم. ماشي، لا أنت فاهمني كيف ستدعم المنشآت المتوسطة؟ بديش تفوت لي بالأمور الثانية. تقدر تتقدم للعطاءات الحكومية، زمان ما كانت تقدر تتقدم لهاي العطاءات، صار في وفر مالي. الوفر المالي كيف؟ بتيجي المؤسسات والدوائر الحكومية كل واحدة بداية السنة بتطلب اللوازم اللي بدها إياها. اللوازم هاي بتروح لدائرة المشتريات الحكومية جديدة، ما في كل دائرة تشتري لحال، بتنزل عطاء، السعر راح يرخص لأنه إحنا اشترينا كميات أكبر. كويس. هناك تطبيق مفاهيم الحوكمة والشفافية والنزاهة والحد من الفساد في هذا النظام. ممتاز. إذا كان هذه لك أنظمة تساعد على الفساد، هذا بحد من الفساد. ماشي.
أيضا سيد هون مهنة وظيفة الشراء بإخضاع العام لإنفجار الشراء ودارة الوزن والقطاع الحكومي إلى التدريب، راح تحط لهم دورات، دورات تحديد تدريبية سقف للحد الأعلى من الغرامات المتأتية من تأخير بواقع 15%. صحيح. كيف يعني؟ كانت متفاوتة سيدي، ما كان إلى هون. لا لا كانت متفاوتة، هلا بده يصير إلى حد أعلى. طيب هل أنت متفائل بحزمة الإجراءات الثانية للإصلاح الإداري، وإلى إلى أي حد أنت متفائل فيها؟ والله أنا أقول لك ليس كوزير أنا شورى الوزراء تتحدث، خليني أحكي معك كمواطن. تفضل. أنا لما اليوم رئيس الحكومة يوقف أمام الناس ويدمج 8 مؤسسات أو يضم 8 مؤسسات وينقل مهامها، لما اليوم يوقف يقولهم عدلت 175 تشريع عشان أسهل على المواطن والمستثمر، اليوم لما أقوم أعمل أدمج 56 نظام شراء موحد بنظام واحد، هذا أنا ما بديش ألمسه أنا كوزير ولا كحكومة. أنا اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي شعرت المواطن متفائل، شعرته مبسوط، شاف إشي على أرض الواقع. يا أخي أنا يعني أنا بس تعرف شو مشكلة المواطن؟ وأنا مواطن، فكرنا أنا مش مواطن. أنا بسمع هذا الكلام، وهي حلقة اليوم كانت حلقة وضحت لي كل شيء. سيدي أنت ما أنت اليوم بتقول لي بسمع، أنا ما بقول لك تسمع. إحنا اليوم سوينا، اليوم ضمينا 8 مؤسسات، اليوم عدلنا 175 تشريع، اليوم طلعنا نظام مشتريات حكومية جديد. يعني اليوم عملنا. نعم اليوم عملنا، واليوم أخذنا قرار مجلس وزراء بعد ما روحنا بنظام الضريبة الخاصة عشان السيارات الهايبرد. بالله شو حكى عنه الرئيس؟ تحدثنا عنه شوي تبع الهايبرد. سيدي هو من خلال المراقبة اللي تمت من معالي وزير المالية ودائرة الجمارك العامة عن نسب السيارات اللي صارت تدخل للبلد، صارت نسب الحقيقة منخفضة، كاد تكون صفر. يعني أنا مش حاب أحكي صفر، بس هي صارت صفر. فأخذ مجلس الوزراء اليوم قرار إن شاء الله بتطبق اعتبارا من يوم الأحد القادم. لأنه هو عبارة عن تعديل نظام بتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية فئة 250 كيلو وات فما دون من 25 إلى 10، والتخفيض الضريبة العامة على فئة 251 من 25 إلى 15. ليش طبعا ميزنا بين الثنتين؟ لأنه الفقير والمواطن العادي وذوي الدخل المحدود حقهم تكون سيارتهم أرخص والضريبة على سيارتهم أقل. أنا بدي أروح أشتري سيارة تسلا، لا بدفع 15% بس. بقول لك انا متعود على التسلح. يا عمي منين متعود؟ انا ما قديش صار وزير حلعني يا زلمه المزح. يا عمي انا فلاح بالفلاح. تتحملش انت مزح؟ ايوه كمل. طبعا ايضا والغاء الضريبه على الوزن على المركبات والاستعاضة عنها ب 400% من قيمه السياره. احنا بنتامل انه هذا القرار يكون له انعكاس ايجابي على قطاع التجاره وعلى تجار السيارات بشكل خاص. طيب تسمح لي اشكرك يا ميت. اهلا وسهلا. شكرا عمر. يعني انا اليوم شو حبينا نفهم كل هاي الحزمة الطالعة خصوصا الإصلاح. غريب ما سألتني على قطاع العقار اللي تحرك 100% ولا لأنه تحرك 100%. لا سيدي احنا بنطلب منكم تمدوا كمان، بما انه خلال شهرين كان الفرق 93% من السنة الماضية الى هذا الحد، يا ريت تمدوه. يعني مش بس خلوه لشهرين، خلوه لسنة. يعني شو المشكلة اذا كان لسنة؟ ما في اشي عندنا ما بخضع للدراسة، ما في إشي مش ما بندرسش. اذا المصلحة العامة سيدي والمصلحة لما خفضتوا سيدي سوق العقار تحرك، تخيل تخفضوا اللهم صل على سيدنا محمد سنها ضريبة المبيعات، قديش بده يتحرك السوق؟ قديش صار عندنا قوة شرائية؟ احنا بعدنا على الهواء ولا طلعنا؟ بعدنا. لا مش حاجي. شكرا لك معالي سامي الداود وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. الله يسلمك. دمتم بخير، التقيكم غدا الى حين بامان الله.